كيفية التعامل مع الزلازل؟ قبل الزلزال، إذا كان الفرد داخل المنزل، يجب عليه القيام بمراقبة التغيرات الجوية والاستماع إلى نشرة الأحوال الجوية في وسائل الإعلام الرسمية والتعرف على كيفية التعامل مع الزلزال. التصرف داخل المباني، إذا كان الفرد داخل المبنى، فعليه القيام بالتصرف بهدوء ولا يصاب بالهلع أو الخوف. اللجوء إلى الأماكن الآمنة تحت طاولة متينة أو سرير أو قطعة أثاث كبيرة. التصرف خارج المنزل، إذا كان الفرد في الخارج أثناء الهزة الأرضية، يجب أن يحاول أن يجد مكانا بعيدا آمنا عن المباني، يتجنب الوقوف تحت سقف المباني والأشجار العالية. التصرف عند توقف الهزة، البقاء بعيدا عن خطوط الكهرباء، البحث عن المفقودين والمعارف ووجود أشخاص محاصرين، القيام بمساعدتهم. الاقتصاد في استعمال الهاتف. التصرف في حال قيادة المركبة، إذا كان يقود المركبة وشعر بالهزة، فليبتعد عن الأنفاق والجسور والمنحدرات، لا يخرج من السيارة ويقف المركبة بعيدا عن المباني. ينتهي درسنا هنا، ونتابع لكم حصص قادمة إن شاء الله.